Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük boncuğum ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. على أساس مريضة كتير وما فيكي تنزلي على المطبخ لتتزهرمي؟ كيف طبتي فجأة وطال على برا؟ لساتني مريضة منار خانم، واضح أنك متعودة تحلي كل شغلك بالرشوة، بس صدقيني هاي المرة ما رح تمشي. لك ليش هيك سويتي يا وسخة بمرتي؟ ليش؟ ولك يا عديم الشرف، أنت شو بدك من أختي لسا؟ شرف! شو لازم نسوي لك لسا لحتى تصدقها؟ وقفت على كلمة صدقها؟ قالت أختك فهي مرتي. هي مرتي يا كلب. لازم اتخلص من الجنين قبل ما تفيق يا غبي. ماشي معلم. ها انت لوين رايح؟ عالجامع لصلي صلاة العشاء. الله يتقبل منك، بس انا سويت لك القهوة. وكأنه عايشين بالشارع، إذا ما سألت ما حدا بيقول لوين رايح. شو هاد؟ تفضل ابني. يسلموا أمي. صحة وهنا. تفضل. والله تقلت بالعشاء. وإنت شو أكلت يعني؟ حاسس بشوية نفخة. طيب فهمنا أنه معدتك منفوخة لأنك تقلت، ليش وشك هيك؟ من لما اجيت قالب وشك. اخوك عنده مشكله، لا تضغط عليه. شو مشكلته بقى؟ ليلى تركنا بعض. شو تركتوا بعض؟ لا تقولها يا، والله زعلتني كتير. شو الموضوع؟ وينك لهلأ لك بنتي؟ قمت من قلقي عليكي. أهلا وسهلا جنان خانم. أهلين فيكي. إجت منار شي؟ لا. شرف إجا شي؟ كمان ما إجا. شو عم بيصير؟ انكشفت كل مقالب منار يا جماعة. شو؟ عنجد؟ أنا كنت بعرف من عيونها أنه في وراها شي. حذروا شو؟ ها؟ حبيبتي فريدة رجعت لذاكرتك كمان. عجبت خبر حلو. ألف حمد وشكر لك يا ربي. كيف هلا بردك؟ إمتى صار هالشي؟ أنت حبيبتي بنتي. اسمع كل شي. يلا خلينا. امبارح لما وقعت من الدرج حبيبتي. بسبب الوقعة رجعت ذاكرتك. ألف الحمد لله. شو تذكرت أول شي؟ الحمد لله. منار. اللي خطفتها واللي حبستها واللي دفنها عايشة. الحمد لله هلا هي متذكرة كل شي. الحمد لله. أنا كنت بعرف من الأول. كان معي حق ما؟ الوسخة منار هي سبب المصايب. ايه طبعاً. ألف حمد وشكر يا ربي.
اها اذكر القط بيجي نط. مساء الخير للكل. اها والله انا مالي مصدق عيوني. لك باي وجه جاي انت لهون؟ يلا من هون يلا 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 يلا. طول بالك ما بصير هيك. والله انا مالي مصدق ابدا. لك انت قديش قليله حياه؟ انت اي نوع من البشر؟ يسار. عم تنظف انت منيحه؟ ما في شي مهم. شفت الدكتور. هش هاي ولك انت ما عندك كرامه بالمره. الجماعه قلعوك من البيت، يعني هن ما بدهم ياكي بالبيت. ما تروحي، شو عم تستني؟ والله شرف ما قال لي روح من البيت، وما حروح لأي مكان لحتى يقول لي هو. وانتي ما دخلك. ناريمان خانو، شو عم يصير بهالبيت؟ ليش ما بتشحطوها من شعراتها وبتزتوها برات هالبيت؟ والله ما لي فهماني الشي جنان خانم. صدقيني أنا عقلي رح يطير مني. طيب خلينا نستنى ليجي شرف على البيت ومنعرف شو اللي صاير. والله والله ما لي مصدقتكن أبدا. وأنا إذا بضل هون بجن على الآخر. بتعرفي شو قالوا؟ إذا الحق راح من هون الباطل أخذ مكانه فورا. وأنا حاسة رح يغط على قلبي، ما رح أقدر ضل هون. بدي روح، ما عاد فيني أتحمل. طيب ضلي لضيفك كاسة ليمون. ما بدي شبي أنتي. شرف، هذا تيمور. ايه وشرف ليش ما اجى معكن على البيت؟ ها؟ ما بعرف، ولا ما بعرف شي. شو هدايا؟ أنا رح أتصل بشرف. هلأ هاي الحقيرة انحصرت بالزاوية كتير. صحيح نحن هددناها، بس أكيد رح تساوي شي لحتى ما تروح. خلص لا تتوتري هالقد. هلأ ما عاد فيها تساوي شي، بس المهم نطلعها من حياتنا بسرعة. لك ابني، تعرف إذا هالحرباية فتحت قصة البيت مع أبوك؟ ولي خير الدين ما رح يسامحني بنوب، ومن قهره رح يموت بأرضه. ما فيها تساوي أي شيء، أنت لا ينشغل بالك. كيف ما فيها؟ لأنه ما معه شيء يثبت كلامه لك أمي. إيه مو كان في السي دي شو بعرفني هذا؟ ها؟ قصدك هاد؟ قلبت غرفتها اللي لقيته. دخيل اللي خلق كريتك تقبر. خلص اللي بكفي بكفي. يسلم لي ابني. خلص استني شوي حبيبي. هات لشوفه، هات لشوفه. ألف حمد وشكر لك يا ربي. ها هلأ انطفت النار اللي بقلبي. الحمد لله هات صار معنا. شكرا لك يا ربي. انزاح حمل عن ظهري. والله ما عم صدق. أخ يا منار. إذا ما طالعتك من هالبيت وما خليتك مثل المجنونة تتفتلي بالشوارع ما بيكون اسمي ناريمان. اسكت اسكت اسكت. شرف قلقنا كتير عليك، وينك انت لهلأ؟ ليك ويني جيت. طبي غراضك لشوف فورا. انت هلأ بتروحي؟ انت عم تستعجل بقرارك شرف. بترجاك اهدى شوي. عم قلك سويت كل شي منشان ابننا. وين بدك يعني يروح هلأ؟ وين؟ تأخر الوقت لفكر بهيك شيء. بس ما عندي أي مكان روح عليه.
ما في لي حدا. إذا ما كنت عم تفكر فيني فكر بابننا. أنا بترجاك رحمني. بدك تروحي وخلاص. ما في رحمة. ما لك مكان هون. سكوا الباب أنت وياها. تاكسي. هذا شرف معصب لدرجة أكيد النار عم تطلع من أنفه مثل التور. يلا والله ما كان قصدي والله. يلا طبي غراضك. الله يخليك. بدك طبي غراضك ولك بترجاك سامحني. شو عم يصير؟ بتعرفوا تأخر كثير بهالقرار. طلع الشعر على لساني من كتر ما قلت هالمرة سبب المصايب بس ما حدا سمعني. ما في لك مكان بهالبيت ولك. ضبي كل وسخك وانقلي من هون فورا. بعد كل هالأكاذيب وبعد كل هالألاعيب مفكرة حالك انه رح خليك تضبي بهالبيت؟ ما عاد فيني استنى. لازم حدا يطلع يهدي شرف شوي. أحسن ما يرتكب شي جريمة بهالبنت لا سمح الله. أنا رايحة. تعال معي أخي خلينا نشوف. أنا بترجاك لازتني بالشارع من جان الله شرف. قلت لك اخلصي ولك. مالك مكان بهالبيت. يلا طبي غراضك. أخي شو عم تساوي؟ لا تدخلوا. هي رح تنقلع من هون. ما عاد بتضل معي تحت سقف واحد أبدا. يكفي بقى. من لما أجت لهون سودت حياتنا. شرف بترجاك اهدى شوي. ما رح يصير غير اللي بدك يا. أنت انزل لتحت بين ما تكون ضبت غراضة. يلا 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 خلصينا بسرعة. يا ابني اهدى شوي. تعال معي تعال نطلع لبرا ونحكي شوي. يلا ابني تعال. يلا يلا روح. خلاص اهدى شوي. ناريمان خانم ساوي اي شي بترجاكي ساعديني. اذا شرف قلعني برات البيت رح احكي لجوزك كل شي. تعرفيني بساوية. استني شوي استني. وانت شو دليلك؟ خبريني لشوف انت شلون رح تثبتي له كلامك. كان هون. وين راح هداك السيدي؟ انتو يلي سرقتو. يا حرامية انا بكرهكم كلياتكم. يا الله مين رح يضب هالغراض؟ وين اللي رح يرتب الغرفة بعدين؟ يلا انت تحركي لنشوف وضبي غراضك بسرعة. والله لا تقولي اني ما خبرتك بعدين بتلاقيهم بزبالة. يلا دخيل حكمتك يا ربي. دخيلك يا رب. ما في مثل عدالتك وحكمتك. ما في حدا بيقدر يهرب عملته ما هيك؟ ما قلت لك من قبل رح يجي يوم وتقلب الموازين. هي انت شايفة بعيونك وهي هلأ اجا هاليوم. قومي يلا ضبي غراضك وانقلعي. العمى بعيونك. خد نفس عميق. أول مرة بتحس بهالضيق؟ من قبل كان يجي ويروح ومن أسبوعين صار مستمر وبهالكم يوم ما عاد قادر أتحمل. بديك تسوي فحص دم. لو سمحتي نزلي المريض لتحت ساووا له تحاليل كاملة. خبريهم أنه مستعجل. ماشي دكتور. ما راح تطول هالشغلة كتير ما هيك؟ لأني ما خبرت عيلتي. ما بدي يقلقوا علي. ما لازم نستهين بأمراض القلب بالمرة. نحن رح نسوي كل التدابير وحسب النتائج منشوف. شو تشخيصك لحالتي؟ في شي خطير؟ لتطلع النتائج منحكي على أساسها. ماشي.
ايه شو كانوا يقولوا؟ الزمن دولاب، مرة إلك ومرة عليك. وأخيرا ماني مصدقة إنك تساوي هيك، يلي بطني ابنك عم ترميه كمان بالشارع؟ أنا عقلي مو بالولد، فيكي أنتي. أنا رح قوم بواجبي الأبوي تجاهه، حتى رح ساوي أي شيء لحتى ما خليه معك. خدي شنطتك ونلعي. يلا شرف نلعي من هون. ايه هاتي المفاتيح، هاتيهم. فريدة انتي ام كمان، بترجاكي فهميني، لا تخلي يرميني. يا عيني عليك. تعالي مرت اخي. حلال عليك. تعيني عود جوا. تعال. شوف هيك أحلى. شبك وين شارد؟ أي صار هيك أحلى. طلع تمام؟ بطاقات الدعوة حلوين ما هيك؟ لك شو هذا يا؟ شوفوا قلة هالحياة. شوفي لساتها قاعدة قدام الباب. استغفر الله. قديه ما عندك رامي هالبنت؟ شرف شو بدك تساوي؟ هي رح تضل قدام الباب للصبح. خدها لشي مكان. والله الشيطان عمل لي أخذها على الجبل واتركها هنيك. لا تخليها تضل لحالها بالشوارع بنص الليل. خدها لشي أوتيل. انت رح ترجعني على البيت؟ حمليها. شرف انت لوين اخذني؟ اتركني، عم توجعني كتير. اطلعي. ألف مبروك إلنا. طالما شفت هالشي ما عاد ضل عندي أي هم. بنتي قومي ساوي لنا شاي ورح نحط عليه ليمون ونشرب. لا 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 لا، ما حدا بيقوم. أنت ارتاحي، أنا بحضره.
البلبل ناغ غصن الفل يا شقيقة دخيل قلبك الليمون تحت البراد جيبه قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني انت لوين اخذني؟ ليش ما عم تحكي؟ بتعرف انه امي بالسجن وما في إلي بهالدنيا حدا تاني غيرك. شرف بترجاك لا تعمل هيك معي. اهلا وسهلا خير الدين. اهلا فيكي. لو تعرف شو يلي صار بغيابك تعا اتفضل فوت تعا ارتاح. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير بابا. تفضل عود هون. أهلا وسهلا بابا. شكرا. أهلا فيك. إيه خبروني لشوف شو هالشي اللي مفرحكم كل هالقد. تخلصنا من بلوة كانت على راسنا. شرف قلع منار من البيت. لوين بنص الليل؟ شو اللي صاير كمان؟ بابا رجعت ذاكرت مرت أخي. إيه؟ هاي هي الخبرية اللي بتفرحني. ولما تذكرت الشغلات اللي صارت معها اكتشفنا الوشي حقيقي للحرباية منار. وقف اسمعها من تمه بنتي احكي له. انا كل شي ساويته كان من شان سعادتنا نحنا. صدقني هيك ما في شي اسمه نحنا. حطي هالشي براسك. انت عن جد بدك تتركني وتروح؟ ماني مصدقتك. خدي هالمصاري وانزلي من السيارة. خدي شرف. هاي البندورة من تشانك كالي. جابوها من هنيك. الخضرة اللي هنيك كتير طيبة. ماما صار فينا ننام بغرفتنا ما هيك؟ منار ما تنام فيها مزبوط ماما؟ انتو لا تخافوا بالمرة رح نضف غرفتكم كتير منيح لحتى تلمع واليوم أكيد رح تناموا فيها. يا سلام كيفك؟ يا عمري أنت ما شاء الله عليكم. كانت واصلة مع أحفادي لهون هلأ رجعت لهم الفرحة. حبايبي عشتي أيام صعبة. لما أخي يسار حكى يلي صار ما قدرت تصدق. بعدين بنقعد وبنحكي. ماشي. اختي ممكن تعطيني الملح؟ حلوة بحقنا نزلت وحدة حامل برات البيت. لساتك عم تشفق على هي الحقيرة؟ هلأ لمبلعت اللقمة. ما سمعت اللي قالت لك يا فريدة؟ سمعت كلامها بس ما بصير نضرب اللي ضربنا. بعدين هي محتاجة
وإذا صار لها أي شيء هلأ عذاب الضمير رح يقتلنا. كان لازم تفكر قبل ما تساوي هيك، كان لازم قلعناها من زمان. أي تشكر ربها خليناها لهلأ. أي لازم تدعي لك إلك. هذا الظرف لألك سيد تيمور، طالب معلومات بخصوص منار أوزغور. هاتي لشوف. شكرا لك. العفو. شرف أفاجيل، شرف أفاجيل، ايه تذكرت؟ هاد بيكون اخو الامير حبيب ياسمين. شو هالشغله؟ منار من وين لقيت هالعيله هي؟ يلا صحة وهنا على قلبكم. بس جدو أنا شفتك ما أكلت شي. خير الدين أنت مرضان؟ لا أنا منيح، بس ما لي نفس على الأكل. وأنا لازم روح. بوصلك على الباب؟ ما في داعي. أنا بوصلك. لا ما في داعي، فيني روح لحالي. استغفر الله. والله تعبتك معي سيد مدحت، ما كان في داعي تغير طريقك مشاني. أي تعب؟ معقولة جنان خانم؟ معناتها بنتك هلأ رح تتنفس برياحة. إن شاء الله. والله أنا رايحة لعندهم وحاطة الشر بعيوني. إذا ما كانوا مقلعين لهديك، أنا اللي رح أشحطها من شعراتها وزتها بالشارع. يا الله أنا أسفة سيد مدحت، جيت لهون بسببي وانتزع مرقك، ونهارك كمان رح يكون معكر بسببي. لا هالشي مو بسببك أنت، أنا تعودت على بنتي إنها خاينة. مو بيقول المثل القرايب مثل العقارب؟ وأنا بنتي عم تلسعني، شايفة؟ مزبوط. على كل إن أنا بتشكرك كتير. بخاطرك سيد مدحت، مع السلامة. امشي. سيدي أهلا وسهلا. بس أنتي مو استراحة طبية لأسبوع؟ مليت من القعدة فقلت لحالي بيجي بقعد بالقسم وبشتغل شي شغلة. تفضلي لساعدك. تفضلي ارتاحي هون، رح بعد لك الطاولة. تشربي شاي؟ بشرب. طيب ياسمين، شفتي مرت أخي قديش عانت؟ عاشت أيام فظيعة، بس لساتها لهلأ عم تقاوم كتير مشان ما تترك أخي وتجمع عيلتها.
وأنا قاومت كتير لحتى أتفهم يلي شفته، بس ما عاد أتحمل بنوب. يا أسمير رجاء لا تعملي هيك، أنت عم تغاري عشي مو صحيح. رولا زميلتي بالمهنة، وحتى ما في شي بيناتنا غير هيك. تأكدي إنه مشاعري تجاهك ما تغيرت. أنت تغيرت مشاعرك؟ لو مشاعري تغيرت كنت غيرت لهالدرجة؟ أمير، ما فيني شاركك مع حدا، بموت. صدقيني أنت الوحيدة اللي بقلبي، وطول ما أنا عايش رح تضلي هيك. إيه، شو عندك المساء؟ نتعشى سوا؟ بيصير؟ شرف، أنا عن جد ما كنت أفهمك. إيه هي بيّنت الحقيقة. هديك راحت من البيت بس لساتك عم تعامل مرتك ببرود. علي مخربط وما عم بعرف شو بدي ساوي. انسى. معناها رتب عقلك بأسرع وقت وارتاح. شفت قديش تعذبت ولساتها معك؟ لو ما بتحبك ما بتتحمل، فكر بهالشي. ها؟ بشارة حلوة والله فرحتوني. اوه، واخيرا خلصنا من الحية. وانتو ما لازم تزعلوا لأنه عملتوا الشي الصح. كنت رح استغرب إذا خليتوا وحدة ساوت كل هالشي بكنتكم بالبيت. ايه طبعا. في شي تاني برأيي انتي كمان لازم تعتذري من فريدة. وليش بقى؟ بالآخرة رح تتحاسبي عالشي اللي حكيتي وساوتي فيها. بس هداك الحكي اللي حكيتي قدامي ما بتتسامحي علينا ريمان خانم. ظلمتي فريدة وما رحمتيها، كسرتي بخاطرة لبنتي. جنان خانم معها حق. إذا سمعتي الحكي من طرف واحد وما سمعتي الطرف الثاني، هذا اللي رح يصير. دخيلك يا، انتو ليش كلياتكن واقفين ضدي؟ ما كان عندي نية سيئة. بيقولوا طريق جهنم مليان بأحجار النوايا الحسنة يا خانم، يعني قصدي عن الأخطاء اللي بتصير عن نية حسنة. أنا ماني زعلانة من حدا، بس من شرف. لهلأ ما بيثق فيني، لساته عم بيفكر إنه الشي اللي قالته سلطان صحيح. بنتي خليكي شوي صبورة مع شرف. صحيح هو عصبي، بس عصبيته مثل حرق التبن، تنطفى بسرعة، وأنا متأكد إنه وقتها رح يفهم أخطائه. تأسيس أسرة سهل، بس الصعوبة بالاستمرار فيها. ماشي، أنا طالع شوي لبرا، خاطركم. ماشي بنتي، خليكي مرتاحة. لحظة، جاية معك. أنا إذنكم. طالما هذا هو بيت السيد شرف أفاجيل، معناها منار هون. شو بدك؟ ليش هربتي مبارح؟ وكأني شي مجرم بدي أقتلك؟ أنت مفكرني حمارة؟ كل همك الطفل. لو ما هربت لك كنت رح تنزل ابننا. ما بدي هداك الابن، ما رح تجيبي هالولد. أنا قدام الباب، طلعي لنحكي شوي.
قدام الباب؟ أي باب؟ أنت قدام بيت شرف؟ أنت منين بتعرف هالبيت؟ إيدي بتوصل لأماكن ما فيك تتخيليها بالمرة. نسيتي إني مدعي عام سابق؟ لا تستنى على الفاضي، تركته للبيت. لك شو انت مجنونة؟ لسه قالك عين تجي لهون؟ زتيناكي من الباب بتفوتي من الشباك؟ هل عني لحظة. انا اجيت لاحكي مع شرف. لحظة خليكي محلك، شرف ما بده يشوف وشك. يلا نلعي من هون بسرعة. يسار روح شوف هالزبون. شو بدك؟ شرف بترجاك اعطيني فرصة لقادر، خليك تسامحني. ما عم بفهم انت شلون بتفكري. ها نسيتي انك حاولتي تقتلي مرتي؟ من هلا ورايح ما حدا بده يسمع حتى اسمك. من هلا ورايح رح يتغير كل شيء، بكره بتشوف رح خلي الكل يحبوني، انا بوعدك. ما بدنا منك غير انك تبعدي عنا، فهمتي؟ شرف طيب على القليل ارحامي اللي ببطني، سويت كل شيء مشان ابننا. منار احسن ما بلش فيكي انقلعي فورا. انت اخترت فريده وعم تقلعني إلي من حياتك. اصحك تجيبي اسم فريدة على لسانك، انتي ما بتسوي حتى ضفرة. مزبوط ما بسوي، لأني ما بتصور مع رجال غريب لحالنا. خلاصي ولك يلا نلعي ولا بقبرك بأرضك. والله شرف بترجاك، شرف لي إذا بتحب أسأل عن منار خانم كأني رفيقة، ومنفهم إذا عم بتقول الحقيقة. أنا عندي فكرة أحسن من هي. ألو صباح الخير ستنا، أنا عزة ألتن مدير سجن منطقة توب تاشي. الحقيقة السجينة سميرة أوزغور يلي محبوسة عنا مرضت فجأة ومضطرين نتصل ببنتها. إمنا لقينا رقمكم بالأطبالة تبعها. منار خانم ما عادت ساكنة هون، امبارح تركت البيت. وضع إمها صعب شي؟ إيه فهمت عليك. والله أنا ما بعرف وينها، بس ابني شرف يمكن حطها بشي فندق اتصل فيه بلكي. إيه فهمت عليك. إيه طبعا بعطيك رقمه. لحظة ايه؟ ماشي شكرا كثير لك. الو عم احكي مع السيد شرف. وضعك مو منيح يا سيد خير الدين، تبين معنا بالقلب والوريدين الاساسيين في تعب كثير، لازم نسوي عملية للقلب بسرعة. عملية للقلب؟ انت شو عم تقول دكتور؟ بصراحة كتير غريب انك ما عم تشتكي من هالحالة لهلأ. مثل ما قلت لك لازم نسوي عملية للقلب بسرعة، قد ما بلشنا بكير بالمعالجة رح يكون منيح لك. بس لازم قلك إنه هالعملية صعبة شوي، لازم تكون جاهز لكل شيء، أنت وعيلتك قدامكن أيام صعبة.